بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل على بركة الله وتوفيقه، أعلن وانطلق شوط الختام مع هذه الأمسية الجميلة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن، حيث أن نتابع مع حضراتكم في هذا المساء انطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة بانطلاقة سباقنا المحل التاسع. نتابع مسارات جميلة وتحديات قائمة على أرضية ميدان التحدي عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية التي تبث لحضراتكم وقايع هذا السباق. هكذا مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان أعلن وانطلق شوط الختام والشوط الحادي عشر في مجموع هذه الأشواط في هذه الأمسية، شوط يخص البكار سن الثنايا 8 كيلومترات هي المسافة إلى خط النهاية. نتابع مسار الشوط بجديده إلى خط النهاية، وفي هذه الاندفاع نتابع أول الأسماء أنفال اللي بدأت تتقدم في هذه اللحظات وتندفع بمسار الشوط مع المركز الأول. تعود ملكية أنفال لجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الذي يقدم أنفال مع المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، بينما على ثاني المراكز المركز الثاني مداهمة خذت المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج يقدم مداهمة في هذا الشوط مع المركز الثاني في هذه اللحظة موقعها. ونتابع المركز الثالث يا غزلان مع ثالث المراكز في هذه اللحظة من هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم غزلان على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظة. نتابع المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدين الكرام من وصلت في هذه اللحظة. نوايب بدأت تتقدم على مستوى المركز الرابع من هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الذي يقدم نوايد على المستوى الرابع من مسار هذا الشوط، بينما خامس المراكز هناك مجاد مع المركز الخامس من هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم مجاد على مستوى المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل على مسار هذا الشوط، شوط الختام في هذه الأمسية الجميلة من ميدان الشحانية. مشاهدين الكرام نصف لحضراتكم وقايع سباقنا المحل التاسع في هذا الاندفاع الكبير بانطلاقة أيضا سن الثنايا، وهنا مسارات 8 كيلومترات. هنا نتابع مشاهدين الكرام هذا الشوط وهذه المنافسات الحاضرة والتحديات القائمة على ميدان التحدي. عودتنا إلى البداية إلى الصدارة والمقدمة حيث وجود أنفال اللي أعلنت تواجدها مبكرا وانطلقت بصدارة هذا الشوط مستهدفة هذا الناموس مع شوط الختام معايدة ملكيتها لجن الشحانية، بينما الشبل يتابعها جابر بن سالم بن فاران المري الذي يقدم هذه الانطلاقة باندفاعة أنفال مع البداية الأولى على سكان المقدمة. هم المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدين الكرام مداهمة مع المركز الثاني لا زالت موقعها هناك وتحدياتها جميلة. تعود ملكية مداهمة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج يقدم هذه الانطلاقة ويقدم مداهمة مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز المركز الثالث مشاهدين الكرام غزلان مع ثالث المراكز من هجن الشحانية أيضا مرها الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم لنا غزلان على مستوى المركز الثالث حتى هذه اللحظات، بينما نتابع المركز الرابع. أما على رابع المراكز يا أبو سعيد أمجاد من خذت المركز الرابع في هذه اللحظات من هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم أمجاد مع المركز الرابع. والمركز الخامس وصلت شحانية، يا سلام أول ظهور لها في هذا الشوط في هذا المسار. قادمة هنا بتحديات جميلة بانطلاقات ممتازة على مستوى المركز الخامس في هذه اللحظة من هجن شحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم شحانية على المركز الخامس. هذه نتيجتنا، بينما نتابع خلف دائرة الندى أسماء والشعارات قادمة هنا مشاركة
في هذا الشوط. هكذا مسارنا 8 كيلومترات وندان الثاني على هذه الانطلاقة وعلى تحديات هذا الشوط. لكن دائما وابدا لنا عودة إلى الصدارة، إلى المقدمة وزعامة الشوط. لا زالت أنفال منذ البداية معلنة تواجدها هنا مع المقدمة ومع صدارة الشوط، تنفرد بالكادر العلوي، تنطلق بالمركز الأول، تحضر في هذا المساء، تقدم ما لديها من انطلاق ممتاز، تقدم ما لديها من إبداعات جميلة هنا مع هذا الشعار الغالي، الشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية. نتابع أنفال مع البداية مع صدارة الشوط مع هجن الشحانية. جابر بسالم بن فاران المر الذي يقدمها الشبل، وهناك أنفال صاحبة أيضا الشلفة في مهرجان الأمير الوالد. ما شاء الله شلف العمانيات. إذن أنفال مع الصدارة بتاريخ مميز وحافل بالإنجازات، بصمات ذهبية مقدمة في هذا الموسم، وها هي تشاهدونها أمامكم متابعين الكرام عبر قناة الريان، تحضر وتشارك في هذا الشوط وتندفع بالمركز الأول، مقدمة ما لديها أيضا من إبداعات مسائية، حاضرة مع الشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن المر الذي يقدمها بأجمل صورة في هذا المساء. أما المركز الثاني مشاهدين الكرام نتابع مداهمة مع المركز الثاني لسعارة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج من يقدم مداهمة مع المركز الثاني حتى اللحظة. لا زالت هناك موقعها مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث غزلان مع ثالث المراكز من أجل الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المر الذي يقدم لنا انطلاقة غزلان مع المركز الثالث والمركز الرابع. يا سلام، أشوف سرعة الشوط بدأت في الازدياد وبدأت الأسماء هنا أيضا تحضر وتشارك في دائرة الندى مع الخمس المراكز المذاعة. تتقدم أمجاد في هذه اللحظة مع المركز الرابع من أجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم لنا أمجاد مع المركز الرابع في هذه اللحظات، وخ خامس الأسماء الشحانية مع المركز الخامس من هجن الشحانية. يا سلام يا المشاغب، محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم هذا الاسم وينطلق بالمركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام ندانا على مسار الشوط وتحديات شوط الختام، ختامها مسك مع هذه الأمسية الجميلة، مع هذه التحديات الرائعة، مع هذه الإبداعات المسائية الجميلة من ميدان الشحانية، ميدان التحدي سباقات الهجن العربية الأصيلة. نعود للبداية، نعود إلى صدارة الشوط. الله 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 الله، أنفال 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 لا زالت هناك مع البداية منذ الانطلاق وهي تتربع على عرش الصدارة. هناك تقود هذا الشوط بأريحية تامة، بهناك تندفع بهذا المسار الجميل. يا سلام بتاريخ مشرف مشاهدين الأعزاء، تشارك في هذا المساء في هذا الشوط شوط الختام. يا سلام يا أنفال من أجن الشحانية، يتابعها هناك أيضا سالم يتابع جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا هذه الانطلاقة، يقدم لنا أنفال مع الصدارة مع البداية الأولى. يا سلام على هذا الشوط وتحدياته الجميلة، يحمل لنا من النوعيات المميزة، من النوعيات الجيدة التي تشارك في هذا الشوط. بينما المركز الثاني غزلان شوفها بدأت تغير، تستلم أيضا المركز الثاني في هذه اللحظة من هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري المركز الثالث مداهمة. الله يا سلام، أشوف القدوم من الجميع في هذه اللحظات. مداهمة مع المركز الثالث لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج، ويتابع لنا مداهمة وانطلاقتها الجميلة مع المركز الثالث ورابع الأسماء. شوف شوف شوف، وتابع أمجاد 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 أمجاد، وصلت مع المركز الرابع من أجن الشحانية سالم بن فاران المري، يقدم
تقدم أمجاد مع المركز الرابع والخامسة، وصلت في هذه اللحظات غاية 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 والظهور لغاية في مسار الشوط من أجل الشحانية. محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم غاية، شوف السرعة بدأت تزيد هنا مشاهدين الكرام، وبدأت أيضا امتار هذا الشوط في النقصان. وهنا نتابع أنفال، أنفال مع البداية الأولى، أنفال مع الصدارة، أنفال أعلنت تواجدها هنا وتنطلق ولا زالت تبدع في هذا المسار، تنطلق بالمركز الأول، تقدم هذا الأداء الجميل من هجن الشحانية، يتابعها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. شوف أنفال وانطلقتها الجميلة مع الكيلو ونصف الكيلو اللي يفصلنا عن خط النهاية. نتابع أنفال بصورة مميزة في هذا المساء، تحضر بتاريخ مشرف، تنطلق بالمركز الأول، أعلنت المغادرة في هذه اللحظات نحو خط النهاية، تقدم هذا الأداء الجميل. بينما غزلان مع المركز الثاني من هجن الشحانية سالم بن فاران المري، والمركز الثالث غاية، وصلت غاية في هذه اللحظة من هجن الشحانية. المشاغب بدأ يقدم غاية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ومع المركز الرابع أمجاد من هجن الشحانية سالم بن فاران المري مداهمة، وصلت مع المركز الخامس في هذه اللحظة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج، ولكن مداهمة والكيلومتر الأخير مداهمة والأمتار، أو هناك أنفال، أنفال 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 مع الكيلومتر الأخير، أنفال مع الصدارة مع أجواء الكيلومتر الأخير أيضا. هنا تنطلق وتعلن هذا التواجد الجميل، مؤكدة هذا الحضور، مؤكدة هذا الحضور المسائي في هذا الانطلاق في هذا التحدي الجميل مع سباقنا المحلي التاسع. يا سلام، أنفال 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 أنفال، سلام يا هجن الشحانية على النوعيات المميزة، على النوعيات الجميلة، على النوعيات الممتازة. هذه أنفال مشاهدين الكرام، وعصاها في الإبطان، دفعها ذاتي، أداها تلقائي، تقود هذا الشوط حتى اللحظة بأريحية تامة. سلام يا أنفال سلام، تؤكد حضورها في هذا المساء بهذا الانطلاق المميز والجميل من هجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري الشبل يقدمها في هذا المساء في هذا التحدي الجميل دون أي تعليمات مشاهدينا الكرام. صاحبة الشوط الرئيسي نعم في مهرجان المؤسس، وصاحبة الشلفة في مهرجان الأمير الوالد. هذا هو التاريخ المشرف يا أنفال، وهذه هي الإنجازات في هذا الموسم، وهذه هي أنفال مؤكدة حضورها في هذا المساء لجمهورها ومحبي هذا الشعار الغالي. من دون أي تعليمات تابعناها برحلة 8 كيلومترات، أعلنت تواجدها. سلام يا هجن الشحانية، سلام للشبل جابر بن سالم بن فاران المري اللي قدم لنا هذه البطلة في هذا المساء. المركز الثاني مشاهدين الكرام، من وصلت على ثاني المراكز؟ غزلان من أجل الشحانية سالم بن فاران المري المركز الثالث. المركز الثالث وصلت أمجاد من أجل الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري. المركز الرابع، المركز الرابع مداهمة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. والمركز الخامس من وصلت شحانية من أجل الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام على مسار هذا الشوط، ولكن أنفال أعلنت تواجدها منذ البداية وأنهت هذا المسار بتوقيت مقدار 12 دقيقة 35 ثانية، 4 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني موصولة للشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثاني وصلت غزلان في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 36 ثانية 5 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنية للذهبي سالم بن فاران المري. بينما المركز الرابع من وصل او المركز الثاني من وصلت العمالة نعم في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 36 ثانية 5 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ خالد بن علي بن خالد بن أحمد آل ثاني، والتهاني لسالم بن جابر آل زبدان المري. هكذا مشاهدي